السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering، معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الخامس الخاص بالإندكتر، وندرس اليوم في الجزء الخامس ل هذا المحور الخامس الاندكتر، كيفية تجميع الاندكتر بالتسلسل والتوازي. ونبدأ إذن بتجميع أولا الاندكتر بالتسلسل سيريز، وهنا يشبه تجميع المقاومات، حيث أن هنا عندي هنا مجموعة إندكترز متسلسلة، وبالتالي يمر فيها نفس التيار الكهربائي. نلاحظ هنا أنه لو أردنا تعويض الـ1، الـ2، الـ3 إلى أن نصل إلى الـN بإندكتر إكيفلنت، قيمة الإندكتر إكيفلنت هي ليست إلا إذن ليست إلا مجموع قيمة كل L. نطبق على مثال، هنا عندي إندكتر L1، إندكتر L2، أريد تعويض L1 والL2 بـL equivalent. قيمة الـL هنا هي المجموع بين الـ1 والـ2، مع الانتباه إلى الوحدة، حيث أن الملي تساوي 10 إلى 3 للوحدة الرئيسية، والميكرو هي 10 إلى 6 للوحدة الرئيسية الهاري. نمر الآن بعدما رأينا تجميع الإندكتر سيريز، نمر الآن إلى التوالي بارالل. ألاحظ هنا عندي مجموعة إندكترز بارالل، قيمة الأول L1 L2 L3 إلى LN. ألاحظ هنا عندما يكونون بالتوالي فأنا عندي نفس الجهد لكل إندكتر. لو أعوض الآن هذه المجموعة بإندكتر واحد مع المحافظة على نفس الجهد، فهنا مثل تجميع المقاومات بالتوالي، فأقوم باحتساب المقلوب، فأقول 1 على هذه القيمة الجملية هي عدد الإندكتر بالتوالي، وهي 1 على L1 مع 1 على L2 إلى أن أصل إلى آخر إندكتر بارالل مع المجموعة. وبصفة أسهل، لو جاءني في تمرين فقط إندكتر واحد وإندكتر اثنين بارالل، فأن الآل إكيفيرنت هي الضرب على المجموع. نطبق على مثال لفهم تجميع الإندكتر بالتوالي. هنا عندي 2 إندكترز، قيمة الـ1 1.5 مليوني، الثاني قيمته 680 مايكرو هنري. كيف أحتسب الـ إكيفلنت؟ إما أن ألتجئ مباشرة وهم الآن بالتوالي، هنا الـ1 والـ2 هذا هنا بارالل يعني توازي، وهنا ماذا سوف أفعل؟ القيمة الجملية مباشرة الضرب على المجموع. ومن أراد أن يطبق القانون الأصلي، يعني يقول 1 على L equivalent للإندكتر الأول والثاني الذي هما بارالل بالتوازي، فأقول هي 1 على القيمة الأولى مع 1 على القيمة الثانية.
أحتسب المقلوب ثم أرجع للآل إكيفلنت لأجد أن القيمة الجملية للآل إكيفلنت هي 468 مايكرو أورين.